من جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم تحالف سائرون المتصدر في نتائج الانتخابات البرلمانية السلطات للكف عن قمع المتظاهرين، وأشار إلى عدم وجود أي شفيع للسياسيين. وقال الصدر في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن محافظات عراقية عدة في وسط البلاد وجنوبها تشهد منذ أكثر من أسبوعين تظاهرات حاشدة احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي الفساد، راح ضحيتها 14 قتيلا ومئات الجرحى حتى الآن.